يا صباح الخير، يومكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. يا رب جميعا تكونوا بخير. عملت معاكم الكنافة بأشكال وطرق وحشوات مختلفة كتير، وعملتها كمان معاكم سادة زي الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، وعلى نفس الأشكال السادة دي حطيت عليها حشوات مختلفة كتير، وعملت كمان حشوتين للكنافة في صينية واحدة. هتنجز طبعا معاكي في عزومات رمضان، وكمان هتكون حلوة جدا لو أخدتيها زيارة لحد، علشان بقى تنجزي على نفسك وقت ومجهود وما تعمليش صواني كتير. وبما إن بقى الكنافة من أكتر الحلويات اللي بنعملها في رمضان، فإيه رأيك نعمل مع بعض النهارده الكنافه بحشوه الكريمه، او انا بصراحه كده مسمياها الكنافه بالقشطه، بس هنعمل حشوه القشطه في البيت بديل القشطه المعلبه، وبجد بتطلع طعمها ولا احلى، وبيطلع قوامها كمان زي القشطه المعلبه بالظبط. انا طريقه القشطه او الكريمه دي اعتمدتها في حلويات كتير، وعملتها كمان معاكم في القطايف، لان بجد بتطلع حلوه جدا، والاحلى بقى كمان ان هي اقتصاديه، يعني المكونات بتاعتها بسيطه جدا ما فيهاش اي افتكاسات خالص. وهنعمل بقى الكنافه اللي كتير مننا او اغلبنا يعني بيحبها، اللي هي المقرمشه المحمصة الناعمة جدا. بس زي ما في ناس بتحب الكنافة المحمصة المقرمشة الناعمة دي، في ناس برضو كتير بتحب الكنافة الطرية وبتاعت امهاتنا زمان. وعلى فكرة هي الطريقة والمكونات واحدة، مع اختلاف بسيط جدا في طريقة التحضير، بس مش اكتر من كده. فكل الاختلاف ما بينهم هنعرفه من خلال الفيديو ان شاء الله. والاحلى بقى كمان في صينية الكنافة بتاعت النهاردة، ان هي بحشوة واحدة بس في طعمين مختلفين. وعلشان بقى انا من عشاق رمضان بكل تفاصيله، فانا هحشي نص الصينية دي بخشاف رمضان. ايوه، هعشيها بخشاف رمضان. بص، هو ممكن تستغربوا الفكرة، بس انا متأكدة ان انتوا لو جربتوها صدقوني هتعجبكم جدا، لان انا كمان اول مرة اجربها بس عجبت كل ضيوفي بصراحة، وكان طعمها مميز ومختلف. يلا بقى نشوف الكنافة القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدأ الفيديو، عايزة افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك، علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول وقبل اي حاجة لازم نحضر السيرب بتاع الكنافة، لان لازم يكون بارد جدا، وعلشان سيرب الكنافة المقرمشة ضروري جدا يكون تقيل. فاستخدمت 3 كوبايات من السكر، وعليهم كوبايتين بس من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، او ممكن تستبدليه بالعسل الابيض، او ممكن تستغني عنه خالص، وكمان عصرة نص ليمونة او معلقة كبيرة من عصير الليمون. وعلشان ادي لون مميز جدا للكنافة، حطيت مع السيرب نص معلقة صغيرة من لون الزعفران. وعلشان بقى تضمني ان السيرب ده مش سكر منك ابدا زي ما ناس كتير بتشتكي، يبقى هتغطيه قبل ما ترفعيه على النار، وهترفعيه على نار متوسطة، واول ما يغلي هتسيبيه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده هتفضيه في حاجة تانية وهتسيبيه بقى يبرد خالص. وده طبعا سيرب الكنافة المقرمشة بيكون تقيل، وكمية السكر اكتر من كمية المية. لكن لو انت بقى عايزة الكنافة بتاعتك تكون طرية، يبقى هتخلي كمية السكر قد كمية المية، وهو ده اول فرق ما بين الكنافة المقرمشة والكنافة الطرية. وتاني حاجة حضرها هي الكريمة او بديل القشطة المعلبة. استخدمت 3 كوبايات من اللبن، وحطيت عليهم 6 معالق كبار مليانين من الدقيق. انا ما استخدمتش نشا ابدا، وهو ده اول فرق ما بين الكريمه دي وما بين اي كريمه تانية كنا بنعملها بالنشا. وطبعا لو انت عايزه تستخدمي النشا مفيش مشكله، هيبقى نفس الكميه برضو بدل الدقيق هتكون نشا. وحطيت عليهم معلقه كبيره مليانه من ماء الزهر او ماء ورد او فانيليا، وقلبتهم مع بعض كويس جدا على البارد، وبعد كده رفعتهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر لغايه لما الخليط ده يتقل وكمان يغلي كويس جدا. لازم تستمر في التقليب وتسيب القوام كمان يغلي ويبقبق كده شوية، علشان تتأكدي ان الدقيق استوى كويس، وما ترجعيش تقولي انا بحس بطعم الدقيق ان هو لسه ني. الخطوة دي مهمة جدا في الكريمة دي. وبعد ما خلاص رفعتهم على النار لغاية لما الكريمة غليت وكمان قوامها تقل، شلتها من على النار وزودتها مكعبين من الزبدة، وهضربها لمدة 3-4 دقايق كده بالمضرب الكهربائي. وهو ده تاني فرق، لان خطوة الضرب دي هي اللي بتخلي قوام الكريمة دي زي القشطة المعلبة بالظبط، مش زي اي كريمة كنا بنعملها بالنشا قبل كده. وبعد ما ضربتها هغطي بقى وشها بالبلاستيك وهسيبها تبرد تماما. وعلى فكرة بعد ما ترفعيها من على النار وقبل ما تضربيها بالمضرب، لو انت عندك قشطة من وش اللبن ممكن تزوديها، لو ما عندكيش مفيش مشكلة. انا ما كانش عندي بصراحة، بس في الاخر طلعت بالشكل الامر اللي انتم شايفينه ده، وهي دي القشطة اللي عبارة عن لبن ودقيق بس مش اكتر من كده. وبعد ما بردت كانت بالقوام الامر ده، وكأنها قشطة معلبة بالظبط، وبجد طعمها كان ولا احلى. وعلى فكرة لو انت عايزة تصب الكريمة دي على الكنافة بعد ما تضربيها بالمضرب الكهربائي مفيش مشكلة، يعني مش هتضطري ان انت تغطيها ببلاستيك وتسيبيها تبرد والكلام ده خالص. بس علشان انا كان عندي عزومة، فاضطريت بقى ان انا احضر من قبلها بيوم كده، فعلشان كده غطيتها وحطيتها في التلاجة. وهنا بقى هستخدم نص كيلو من الكنافة، انا بحب اجيبها من قبلها كده واحطها في الفريزر علشان تكون سهلة معايا في مرحلة التكسير دي وما تاخدش معايا وقت خالص. لكن طبعا لو انت هتجيب الكنافة فريش، فهتضطري بقى ان انت يا تقصيها بالمقص، يا اما هتحطيها في الكبة وتاخديها ضربة كده،
لغاية لما تتقطع بطول كده عقلة الصابع. الطول ده بيكون حلو جدا، يعني بلاش تنعميها قوي. وكمان هحط على النص كيلو كنافة 4 معالق كبار مليانين من السكر البودر، وهقلب السكر البودر مع الكنافة كويس جدا. بلاش تقللي من كمية السكر البودر، وكمان بلاش تزودي زيادة عن اللزوم، يعني 4 معالق لكل نص كيلو كنافة بيكون حلو جدا، لان السكر البودر ده برضو هو اللي بيساعد الكنافة ان هي تاخد لون حلو جدا في الفرن، لان طبعا السكر بيتكرمل فبيدي للكنافة لون وكمان قرمشة حلوة جدا. وهنا بقى حطيت على الكنافة 2/3 كوباية خليط ما بين السمنة البلدي والزيت، وحطيت على السمنة والزيت 1/2 معلقة من لون الزعفران علشان تديني لون حلو للكنافة. بس في حاجة مهمة جدا، وبما اننا يعني بنعمل حلويات شرقي، خلي الكمية الاكبر للسمنة البلدي، يعني ما ينفعش ابدا انك تخلي الكمية الاكبر للزيت وتقولي مثلا عشان اوفر او علشان مثلا تديني قرمشة حلوة. لا خالص، صدقيني مش هتطلع معاك الكنافة اللي انت بتحبيها ولا الطعم اللي انت متعودة عليه. لازم النسبة الاكبر تكون للسمنة البلدي، يعني خلي 1/2 كوباية سمنة بلدي والباقي كمليه بالزيت، او كمان لو انت هتستخدمي سمنة غير السمنة البلدي فيا ريت تخلي 2/3 كوباية كلهم سمنة، بلاش تستخدمي زيت. و2/3 كوباية يعني بيكون ما بين 3/4 والكوباية. وعلى فكرة لو انت عايزة تستخدمي 2/3 كوباية كلهم سمنة بلدي برضو ما فيش مشكلة خالص، هتكون احلى واحلى. بس انا حبيت ابسط الموضوع يعني ولو شوية. طيب ولو انت بقى عايزة الكنافة دي طرية مش عايزاها محمصة ومقرمشة، يبقى هتستخدمي 2/3 كوباية كلهم زبدة، لان طبعا الزبدة بيكون لسه فيها نسبة لبن، فهي اللي هتطري الكنافة، وهو ده تاني فرق علشان الكنافة تطلع مقرمشة او طرية. وبعد ما قلبت الكنافة وغلفتها كلها بالسمنة والزيت اللي انا حطيتهم، هجيب بقى صينية مقاس 28، ومهم جدا تحطي كمية سمنة بقى حلوة كده في الصينية دي، يعني كوني كريمة شوية في الخطوة دي. ويا ريت السمنة اللي انت هتحطيها في الصينية تكون بدرجة حرارة الغرفة، بلاش تكون سايحة ولا كمان تكون مجمدة، علشان تتوزع في قاع وجوانب الصينية كويس جدا. خطوة السمنة دي مهمة جدا في قاع الصينية، علشان اولا كده تضمني ان الكنافة دي عمرها ما هتتحرق منك من تحت طول ما فيها سمنه، لان طبعا الكنافه بتتحمص في السمنه كويس جدا، وعلشان الكنافه بتتحمص في السمنه كويس فبتطلع بقى واخده لون وتحميصه وقرمشه حلوه جدا في الطبقه دي. وبعد ما احط سمنه بكميه كويسه جدا في الصينيه، 1/2 كيلو الكنافه بقى هقسمه 2/3 هحطهم في الطبقه اللي تحت، و1/3 هحطه في الطبقه اللي فوق، يعني طبقه الكنافه اللي تحت هتاخد كميه اكبر من الكنافه. وانت بقى بترص الكنافه اضغطيها كويس جدا، وكمان وانت بترص طبقه الكنافه علي الجوانب بتاعتها علشان لما نيجي نحط الحشو ما تطلعش بره. ولازم جدا وضروري تضغطي الطبقه والجوانب دي كويس جدا، علشان لما تيجي تقطعي الكنافه بعد التسويه تتقطع معاكي بشكل متساوي. وبعد كده نزلت بطبقه القشطه اللي احنا حطيناها مع بعض. لو انت هتحطي طبقه القشطه دي وهي لسه سخنه، يبقى لازم جدا وضروري بعد ما تصبيها على الكنافه بالشكل ده لازم جدا تسيبيها تهدى شويه او تعمل وش كده، علشان تعرفي توزعي طبقه الكنافه اللي على الوش بشكل كويس، وكمان تضغطي عليها شويه براحتك. وعلشان اقدم الصينيه دي بحشوه واحده بس بطعمين مختلفين، حطيت على نص الصينيه قطع صغيرة خالص من الخشاف بتاع رمضان، اللي هو التين المجفف والمشمش المجفف وكمان القراصية والبلح الطري اللي هو العجوة ده، قطعت برضو منه قطع صغيرة وحطيت معاهم. ومش قادرة بقى اقولك المكس ده بيدي طعم حلو قد ايه للكنافة. صدقيني النص ده من الصينية كان طعمه مختلف جدا ومميز جديد، ممكن تكوني ما عملتهوش قبل كده، وصدقيني لو عملتيه برضو لضيوفك هتكون حاجة جديدة بالنسبة لهم، اكلوهاش قبل كده زي ما انا عملته لضيوفي كده بالظبط. انا قبل ما اقدم لهم الكنافة ما قلتش انا حاطة فيها ايه، سبتهم بقى هم يكتشفوا حاجة كده مع نفسهم. ولما تيجي تحطي التين المجفف او المشمش مش هتضطري ان انت تنقعيهم في مية ولا اي حاجة، هم بقى لما يدخلوا الفرن ويغلوا كده مع الكريمة قوامهم هيبقى طري خالص. وبعد كده حطيت طبقة الكنافة اللي على الوش وهضغط بقى على قد ما اقدر كده بشكل كويس جدا. وبعد كده الصينية القمر دي هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص مع المتابعة طبعا. واول ما تلاقي جوانب الصينية فصلت واخدت لون ذهبي غامق شوية، يبقى هتطفي الفرن من تحت وهتفتحي عليها الشواية حاجة بسيطة لغاية لما تاخد لون من على الوش. بس في خطوة مهمة، بلاش تطلعي الكنافة من الفرن والجوانب بتاعتها لونها ذهبي فاتح، علشان تتأكدي ان الطبقة اللي تحت دي اخدت لون حلو جدا وكمان اخدت تحميصة وقرمشة حلوة جدا. ومش عايزاكي بقى تقلقي وتقولي لا انا لو سبتها شوية الطبقة اللي تحت دي ممكن تتحرق، ما تقلقيش يا ست الكل، لان طبعا احنا حاطين كمية سمنة حلوة جدا، فمهما الكنافة تقعد في الفرن هتتحمر وتتحمص في طبقة السمنة دي لكن مش هتتحرق ابدا. وكمان ما تطلعهاش وهي لونها فاتح، لان احنا لما
تسقيها مع الوقت كده كمان لونها بيكون افتح. خطوه بقى مهمه جدا علشان دي اخر خطوه تعمليها علشان تتاكدي ان الكنافه دي هتطلع معاكي محمصه ومقرمشه كده وناعمه وبتدوب، انك لازم اول ما الكنافه دي تطلع من الفرن هتقلبيها على صينيه ولازم تسيبيها 10 دقايق وبعد كده تسقيها بالسيرب. بلاش ابدا تسقي الكنافه بالسيرب اول ما تخرج من الفرن كده وهي سخنه جدا، لان اكيد وبالتاكيد لو سقيتي الكنافه دي اول ما تخرج من الفرن هتطرى معاكي، وده الفرق برده بين الكنافه المقرمشه والطريه. وبعد كده بقى هتسقيها بالسيرب بالكميه اللي انت عايزاها، عايزاها بقى قليله عايزاها كتير، دي طبعا حسب الرغبه. وانت بتسقيها كده هتحس ان هي عامله زي قطعه الاسفنج بالظبط وبتشرب السيرب كله. وهنا بقى اختي كانت واقفه جنبي وانا بصور لكم القطعه دي، وطبعا لازم تشاركني، بجد كانت ريحتها قلب الدنيا يعني ما تتقاومش بصراحه. وبما اني بقى انا وهم بنحب كده الكنافه والكريمه لسه سخنه جدا، انا مش عارفه بقى في حد زينا كده ولا لا بيحب يقطع الكنافه والكريمه لسه سخنه جدا، يعني ممكن تكون لسه ما اتمسكتش اصلا. بس بصراحه احنا لو ما كناش الكنافه كده ولا بحس بطعم السمنه البلدي ولا بحس بطعم القشطه وهي لسه سخنه قوي كده. لكن طبعا لو انت هتقدميها لضيوفك فلازم تسيبيها تبرد شويه علشان القشطه دي تتماسك. بس انا والله هو رغم ان انا مقطعاها برده وهي سخنه جدا بس القشطه ما كانتش سهله قوي للدرجات دي. والقطعه دي بقى اللي كانت مليانه كده من خشاف رمضان كان بجد ولا احلى، والاطراف دي بقى مقرمشه ومحمصه، والاحلى بقى ان هي مستويه من جوه زي من بره بالظبط، يعني مش مجرد ان هي واخده لون او تحميصه كده من على الوش ومن جوه بقى لسه طريه او حتى بيضه، لا ابدا بجد والله وبدون مبالغه صينيه الكنافه دي من الالف للياء كده ما فيهاش ولا غلط. يعني يا ستي الكل ما فيش احلى من انك تعملي من نص كيلو كنافه احلى صينيه كنافه بحشوه القشطه اللي عملناها في البيت الاقتصاديه جدا، وكمان ما فيش احلى من انك تعملي صينيه كنافه واحده وبحشوه واحده بس بطعمين مختلفين. جربوها بقى واعملوا زيي وحطوا كده خشاف رمضان في صينيه الكنافه مع حشوه القشطه اللي احنا عملناها، واوعدك ان انت هتدمنيها. عايزه تستغني عن الخشاف خالص تخليها كلها بالكريمه هتطلع برده ولا احلى. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه اعملوا الخير النهارده ودعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش اللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.